أهلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اللي أعلن امبارح قرار بأنهم يعملوا النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريق في يونيو ويوليو 2025، وهيتم تقسيم مشاركة ال 32 فريق في البطولة بتخصيص 4 مقاعد لفرق آسيا و4 لأفريقيا و4 لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي و6 لاتحاد أمريكا الجنوبية وممثل لاتحاد أوقيانوسيا و12 فريق من الاتحاد الأوروبي بالإضافة لفريق الدول المضيفة. كمان دي كانت قرارات مهمة جدا خصوصا للأندية اللي بتحلم ونفسها ان هي تشارك في كأس العالم للأندية، دي فرصتها الوحيدة اللي ممكن تخليها ان هي تشارك، وده طبعا بيصعب البطولة والمنافسة بسبب عدد الفرق والمباريات. خلونا نروح بقى